الحرار. الأساتذة والمتطوعين إن شاء الله إذا أكملتم تنظيم الطلبة فنريد من عندكم تجلسون، الله يوفقكم، تكون الساحة كلها للطلبة جلوسا، الله يوفقكم إن شاء الله. المتطوعين والأساتذة الله يوفقكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة زاكية نامية طيبة مباركة. الحضور الأكارم، السادة الأفاضل، الكل مع حفظ الألقاب والأسماء والمقامات، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم جميعا. الطلبة الأعزاء، الأساتذة الأكارم، ها نحن وإياكم في حفل تخرج مشروع الدورات القرآنية الصيفية دفعة أشبال الكفيل الذي يقيمه المجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة، متمثلاً بمعهد القرآن الكريم في النجف الأشرف، لذكر النبي وآله صلوا على محمد وآل محمد. هاي صلواتكم خافته، نريد ترفعون الاعلام، ترفعون الاعلام وتصلون على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحضور الاكارم، مشاهدي قناه كربلاء الفضائيه، حياكم الله واهلا ومرحبا بكم جميعا لحضوركم هذا في الحفل الختامي لمشروع الدورات القرآنية الصيفية. خلونا نسمع لتلاوة عطرة مباركة لأحد طلبة العتبة العباسية المقدسة، القارئ يوسف المحنة. حيوه واستقبلوه بذكر محمد وآل محمد. هاي صلواتكم يراد لها بعد أعلى، خلي نشجع القارئ بالصلوات العاليات بأعلى أعلى الأصوات. هسه نريد من عندكم الهدوء على مود نستمع لتلاوات الرب المنان. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس إن كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها ويطعمون الطعام على حبه ولقاهم نظرة وسرورا. صدق الله العظيم.
صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بس هاي صلواتكم كلش ناصية. يلا خلي نشجع القارئ، ارفع العلم، ارفع علمك وصلي على محمد وآل محمد. عندك أقوى، عندك أقوى من هاي. الأخير تسمعني، الأخير تسمعني، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. موفور الشكر والامتنان إلى القارئ يوسف المحن على هذه التلاوة العطرة المباركة، وهو أحد طلبة مشروع أمير القراء الوطني ومشروع الدورات القرآنية الصيفية. الكلمة الآن كلمة المجمع العلمي للقرآن الكريم، يلقيها الدكتور لواء عبد الحسن العطية، المعاون العلمي لرئيس المجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة. فليتفضل بذكر محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، نبينا محمد وآله الشرفى. أما بعد، فخير مفتتح في هذا الحفل البهي كلام اللطيف الخبير، وهو قوله سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأكثر المصاديق تجلياً لفضل الله ورحمته أن حبانا ربنا بنعمة الإسلام، فجعلنا له موحدين، ولرسوله صلى الله عليه وآله متبعين، ولأمير المؤمنين عليه السلام مبايعين، ولأهل بيته صلوات الله عليهم موالين. فهذه أفضل النعم التي تستلزم منا الشكر، التي تستلزم منا الشكر الحالي والمقالي. وقل اعملوا آل داود شكرا. ومن تجليات هذا الفضل العظيم والرحمة الواسعة الكتاب الذي جعله الله مهيمناً على كل كتاب أنزله، وفضله على كل حديث قصصه، وفرقاناً فرق به بين الحلال والحرام، وقرآناً أعرب به عن شرائع الأحكام، ووحياً أنزله على نبينا محمدٍ صلى الله عليه وآله تنزيلاً، وجعله نوراً نهتدي به من ظلم الضلالة وحيرة الجهالة باتباعه، وشفاءً لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسطٍ لا يحيف عن الحق لسانه، ونور هدىً لا يطفأ عن الشاهدين برهانه، وعلم نجاةٍ لا يضلُّ من أمَّ قصد سنته، ولا تنال أيدي الهلكات من تعلق بعروة عصمته. ذلك هو القرآن الكريم.
ومن هذا المنطلق حرصت المرجعية الدينية العليا عبر وسائلها المتعددة على العناية بالقرآن الكريم والتمسك به وبالعروة الوثقى أهل البيت عليهم السلام في خضم الواردات الفكرية والثقافية الهجينة على المجتمع الإسلامي وأمام تحديات المرحلة الجديدة المتمثلة بالانفتاح الفكري والثقافي بشقيه السلبي والإيجابي، واستثماراً لثقة المجتمع الملتزم بمنجز العتبات المقدسة والمزارات المشرفة ومنها العتبة العباسية المقدسة، سعى المجمع العلمي للقرآن الكريم عبر معاهده ومراكزه إلى تهيئة بيئة قرآنية سليمة تستهدف الفئات كافة، ومنها فئة البراعم والناشئة والشباب بإشاعة الثقافة القرآنية القائمة على الفهم والتدبر، ومن ثم التخلق بأخلاق القرآن الكريم فضلاً عن العناية بحسن التلاوة وجودة الحفظ. ومن هنا أطلق المجمع العلمي للقرآن الكريم الدورات القرآنية الصيفية في 12 محافظة مطلع شهر حزيران الماضي، بمشاركة أكثر من 54,000 طالب، من بينها 6 محافظات أشرف على إقامة الدورات فيها معهد القرآن الكريم في النجف الأشرف، بمشاركة 27,000 طالب بإشراف أكثر من 900 أستاذ ومعلم. ونحن اليوم في هذا المسجد المعظم أمام هذه الثلة الطيبة المباركة من أبنائنا، وهم عينة اختيرت للمشاركة في حفل ختام الدورات القرآنية الصيفية في محافظة النجف الأشرف، وهي حصيلة من محافظات 6 هي النجف وميسان وواسط والديوانية وكركوك وصلاح الدين. جاءت هذه النتائج الطيبة بعد 45 يوماً من الدروس اليومية للطلاب من عمر 6 أعوام إلى 15 عاماً، تلقوا خلالها دروساً في الفقه والعقائد والأخلاق والسيرة والقرآن الكريم. وهذا النجاح الكبير لم يكن إلا بتوفيق الله جلت ألطافه وعناية المولى أبي الفضل العباس عليه السلام، وبرعاية مباشرة من لدن المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه، وبتظافر جهود الأخوة في معهد القرآن الكريم في النجف الأشرف، وبجهود أقسام العتبة العباسية، وجهود الفضلاء من معتمدي المرجعية الدينية في المحافظات. وفي الختام أشكر الأخوة العاملين في إدارة الأمانة الخاصة لمسجد الكوفة المعظم، وأدعو الجميع لهم بالتوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بطاقة شكر وتقدير وامتنان للدكتور لواء عبد الحسن العطية المعاون العلمي لرئيس المجمع العلمي للقرآن الكريم على هذه الكلمة المباركة. خلينا نعيد النشاط، ترفع العلم وثلاث مرات تصيح لبيك يا عباس. هذا كل صوتكم؟ عندكم بعد أصوات؟ يلا لبيك يا عباس.
نتمنى من الأساتذة والطلبة الجلوس في أماكنهم. الله به يلقيها السيد عادل الياسري قارئ ومؤذن مسجد الكوفة المعظم، فليتفضل بذكر محمد. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أبي الزهراء محمد سيد الأنام، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الكرام. بسم الله. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء أنقل لكم تحيات وتبريكات أمين مسجد الكوفة المعظم السيد محمد الموسوي أعزه الله. أيها الأخوة، أيتها الأخوات، نعيش هذه الأيام مواجهة شرسة ومصيرية أمام التحديات والهجمات الكثيرة أمتنا الإسلامية، وبالذات شبابنا وشاباتنا، بواسطة التطور التكنولوجي والإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي هو سلاح ذو حدين، إذا استخدم الاستخدام الأمثل يجعلنا بمصاف الدول والشعوب المتطورة، وإلا فتكون الطامة الكبرى والتي يسعى عدونا للتمكن من شبابنا وانحرافهم، وبذلك يستطيع الوصول إلى مبتغاه في محاربة الشعوب والابتعاد عن الفضيلة ونشر الرذيلة وجرهم إلى ارتكاب الجرائم المنظمة والابتزاز الإلكتروني، والذي ضحيته الكثير من الفتيات للأسف الشديد، ونشر الثقافات الكافرة والمنحرفة كالمثلية وما شابه ذلك، وإبعاد الأجيال من الشباب المسلم عن دينهم ومعتقداتهم وثقافاتهم الأصيلة، وعن الثقلين اللذين أوصى بهما النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، القرآن والعترة الطاهرة، ليكونوا طوع إرادتهم في خلق جيل فاسد ومنحرف. لذلك أيها الأخوة، مسؤولية كبيرة يتحتم علينا أيها الأخوة أيتها الأخوات، الواجب الشرعي للحفاظ على أبنائنا من الضياع ضمن ما يسمونه بالحريات الزائفة الجوفاء، وكما ورد في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، صدق الله العلي العظيم. أحبتي الكرام، وما حضوركم المبارك هذا اليوم وفي هذا المكان المقدس مسجد الكوفة المعظم، ومن جوار الشهيد الأول لثورة الإصلاح الحسينية الخالدة سفير الإمام الحسين مسلم بن عقيل عليهما السلام، حفل الختام لمشروع الدورات القرآنية الصيفية دفعة أشبال الكفيل عليه السلام لعام 1444 الذي ينظمه المجمع العلمي للقرآن الكريم معهد القرآن الكريم في النجف الأشرف، والذي تقيمه الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، وبالتعاون مع أمانة مسجد الكوفة المعظم والمزارات الملحقة به، إلا هو الرد الحاسم والشجاع والثابت بوجه الأعداء. وقوفكم، حضوركم، مشاركاتكم، هتافاتكم هو الرد الحاسم لهذه الهجمة الشرسة بوجه الأعداء، وإعداد أجيال متعاقبة تلتزم بهدي القرآن الكريم وأخلاق أئمتنا وقادتنا عليهم السلام، لنكون مصداقاً لقوله تعالى:
كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أحبتي الحضور، أجدد شكري وامتناني وتبريكاتي للإخوة الأعزاء الأساتذة والعاملين في معهد القرآن الكريم وكل العتبات المقدسة والمزارات الشريفة والمؤسسات القرآنية والثقافية التي أخذت على عاتقها نشر الثقافة القرآنية والعقائدية والأخلاقية، وكذلك الشكر والامتنان للعوائل الكريمة التي رفضت هذا المشروع بفلذات أكبادها. وإليكم أيها الأساتذة الكرام، المعلمين الأفاضل، وأحبتي وأبنائي الطلبة الأعزاء، فقد جاء في الحديث الشريف أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال المعلم للتلميذ قل بسم الله الرحمن الرحيم، وقال التلميذ بسم الله الرحمن الرحيم، كتب الله له ولأبويه ولمعلمه براءة من النار. وفق الله الجميع لعمل الخير والصلاح. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزيل الشكر والامتنان للسيد عادل الياسري مدير دار القرآن الكريم في مسجد الكوفة المعظم. هسا نعيد النشاط، نعيد النشاط مرة أخرى، خل نرفع العلم، نريد من عندكم هدوء أو ترفع العلم. خل أشوف الأخير ما رافع العلم، وينك العلم؟ خل أشوفه أعلى 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 أعلى، إيش قد ما عندك ارتفاع، ارفع العلم وصلي على محمد وآل محمد مع كلمة الطلبة. دفعة أشبال الكفيل، جيل المستقبل، فليتفضلوا بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الحضور الكريم، لنستمع لجيل المستقبل ابتداءً بالمعلم. أنا المعلم لنربي جيلاً مؤمناً واعياً يحمل راية الإسلام العظيم، متبصراً بالعلم والأخلاق، ومتبعاً لمعلم البشرية ورسول الإنسانية وأهل بيتي سادة البرية، متمسكاً بنهجهم القويم وصراطهم المستقيم. أنا الجندي سأحمي وطني وأعراضي ومقدساتي بإشارة من مرجع العظيم المؤتمن، بلسان لاهج بذكر الله ذو اللطف والمنن. كالليث قمت وفي قيامك ترتقي، قمم القباب الزاهرات وتسطع، وإذا جلست ففي عرينك تلتقي
فخراً أسود الرافدين وتخضع، وإذا نطقت تحركت بك أمة، وإذا صمت فأنت وحي مبيع. سجد العراق على يديك وقالها: منك العلا وإليك أنت المرجع، لا ننحني أبداً وأنت المرزأ، لا نشتكي ظمأً وأنت المنبع. مثل عابس أرض صير اليوم مجنونك، أبا الرضا بك دين الحق قد عصما، من كل نازلة والشعب قد سلما، لولاك خاض عراق اليوم بحر دم، وعمت الفتنة الغيطان والأكما، مجدد القرن هذا أنت دون مرى، إذا كان كاسمك ما بين الورى علما، مجدد القرن هذا أنت دون مرى، إذا كان كاسمك ما بين الورى علما، ونائب الحجة المهدي حيث له، أصبحت في الغيبة الكبرى يدا وفما، وأنت مرجعنا الأعلى العلي، ومن دانت بحكمته الحكام والعلماء، فدمت فخرا وذخرا للشريعة يا بدرا، بأنواره قد بدد الظلما، بأنواره قد بدد الظلما. أريد أسمع صوتكم، أريد أسمع صوتكم يا جاي، حتى ديور ضعدية ناب يوم الطاتي فتوى، حتى ديور ضعدية ناب يوم الطاتي فتوى، حتى ديور ضعدية ناب يوم الطاتي فتوى. سوف أدافع عن عراقي أحد الريحانتين، أعني سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام، كما دافع عنه مولاي أبو الفضل العباس عليه السلام. أنا الطبيب، سأنهض لخدمة الناس، سوف أسعى لرفع الهم عن نفوس المرضى بالرفق وحسن التدبير، بإذن المولى العلي القدير، سأحكم مراهمي وقدوتي وسيدي ومولاي أمير المؤمنين علي عليه السلام. أنا المهندس، سأهندس أفكاري وأجمع آرائي وأنمي قدراتي، سأبني وطن وأجعله ساهرا، سأصمم لمستقبل مشرق وعمل مثمر متين، سأساهم في خدمة الجيل بما أوتيت من إبداع هندسي جميل. هؤلاء جيل قادم لخدمة الإنسانية، هؤلاء جيل المستقبل الذي سينهض بهم العراق ويفتخر بإنجازاتهم وعلومهم ومعارفهم، هؤلاء جيل متسلح بمعارف القرآن الكريم والعقائد والفقه والسيرة والأخلاق وعلى نهج أهل البيت عليهم السلام، هؤلاء جيل محافظ على عاداته وتقاليده وقيمه الإسلامية، ولا يعمل بما يتعارض مع شريعته الإسلامية الغراء بأي نحو من الأنحاء. وفي الختام نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمعهد القرآن الكريم في النجف الأشرف التابع للمجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة، والمسؤولين عن إدارة الدورات القرآنية الصيفية، ومعلمين الذين ألقوا دروسهم المباركة فيها، فقد كان لجهودهم واهتمامهم بنا الأثر الكبير في إنجاح نشر هذه الرسالة السامية التي وفقوا في تأديتها بأجمل وأبهى صورة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
نعم أحبتي، الآن نلقي العهد، سنعاهد سيدي ومولاي الإمام الحجة المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، عهداً مباركاً طيباً من طلبة مشروع الدورات القرآنية الصيفية. يلقي هذا العهد السيد مهند الميالي مدير معهد القرآن الكريم في النجف الأشرف، فليتفضل محفوفاً بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء الطلاب أريد إيد ترفعها، إيدك والإيد الثانية ترفع العلم. يلا يلا العلم وإيدك، إيه حتى نردد العهد سوا. يلا 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 إيدك والعلم، إيه يلا صلوا على محمد وآل محمد. راح أقرأ وتقرون وراي. عهداً سيدي، عهداً سيدي، سنظل ثابتين على عقيدتنا ما حيينا. عهداً سيدي يا بقية الله، سنسير على نهجكم. عهداً سيدي، عهداً سيدي، سنتجمل بأخلاقكم ونلزم منهجكم. عهداً سيدي، عهداً سيدي، سنقرن العلم بالعمل الصالح. سيدي سيدي عجل بظهورك، فقد اشتقنا إليك. صلوا على محمد وآل محمد. جزيل الشكر والامتنان للسيد مهند الميالي على هذه الكلمة الطيبة والمباركة. هسا راح نصور انشودة أشبال الكفيل. هذه الانشودة نريدها مرتبة، فشلون راح نصور هذه الانشودة؟ خلينا نتفق انه الكل يوقف ويرفع العلم، الكل يوقف او يرفع العلم، ونريد من عندكم وقفة عدلة، يعني ما اريد واحد يحكي ويا صاحبه، نريد وقفة عدلة ونستمع لهاي الانشودة استماع طيب. وعندنا الرادود محمد باقر قحطان والرادود احمد الفاطمي راح يأدون هذه الانشودة. نريد دائما ترفعون الاعلام هيك وترفرفون بيها طوال الانشودة، ترفرفون بهذه الاعلام. واضح شباب؟ ما نريد من عندكم حركة زايدة كذا، نريد من عندكم وقفة عدلة. يلا الكل هسه يوقف، ياخذ نفس عميق ويوقف بمكانه ويرفع العلم، ويرفع العلم. يتفضلون.
يلا شباب، نريد ترفع العلم، ترفع العلم على مود نصور هذه الإنشودة. خلي نشوف، خلي نشوفكم جاهزين، خلي نشوف الأعلام، خلي نشوف الأعلام على مود يقروننا ويأدوننا أداء جميل طيب. نريد تفاعل من عندكم على مود هم يتفاعلون وياكم ويقروا لكم هذه الأنشودة. يلا هسا نسمع، صلوا على محمد وآل محمد. عليك يكون الثناء الجميل. هنا صوت أشبال هذا الكفيل تنادي مع العزم لا مستحيل. أبا الفضل هذه الجموع تراك منارا فجاءت تريد هداك، يرفرف بالعز دوم اللواء، فديت الحسين ونحن فداك. ومهما نجود ومهما نجود ومهما نجود فذاك قليل فذاك قليل. فجودك قرآن يوم الطفوف، لحفظه كنت تشق الصفوف، به كنت بين الخيام تطوف، ولم تخش إلا كزحف الألوف، تروي عطاشك بالسلسبيل. هنا صوت أشبال هذا الكفيل تنادي مع العزم لا مستحيل. أبا الفضل هذه الجموع تراك منارا فجاءت تريد هداك، يرفرف بالعز دوم اللواء، فديت الحسين ونحن فداك. ومهما نجود ومهما نجود ومهما نجود فذاك قليل فذاك قليل. أتينا ألوفا لراعي العلم، لأننا وجدناه طودا أشم، فعباس فينا يزيد الهمم، وعباس يأخذنا للقمم، لمن يطلب الهدي خير دليل. هنا صوت أشبال هذا الكفيل تنادي مع العزم لا مستحيل. أبا الفضل هذه الجموع تراك منارا فجاءت تريد هداك، يرفرف بالعز دوم اللواء،
فديت الحسين ونحن فداك، ومهما نجود ومهما نجود ومهما نجود فذاك قليل فذاك قليل. إلهي بكفي وعين القمر تعجل يا رب للمنتظر سليلي نبيك خير البشر، له شوقنا كان منذ الصغر، فأين السبيل وابن السبيل؟ يا صوت أشبال هذا الكفين تنادي مع العزم لا لا مستحيل، أبا الفضل هذه الجموع تراك منارا فجاءت تريد هداك، يرفرف بالعز دوما لواك، فديت الحسين ونحن فداك، ومهما نجود ومهما نجود ومهما نجود فذاك قليل فذاك قليل. أحسنتم، فطيب الله لكم الأنفاس. أحسنتم، الله يسلمكم إن شاء الله. هسا خلينا نستريح، جزاكم الله خير الجزاء، استريحوا استريحوا. من منطلق من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عز وجل، نستقبل وإياكم السيد نائب الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة المهندس عباس موسى أحمد لتكريم أمانة مسجد الكوفة المعظم وقناة كربلاء، فليتفضل مشكوراً بذكر محمد وآل محمد. بطاقة شكر وتقدير وامتنان لأمانة مسجد الكوفة المعظم والمزارات الملحقة به السيد عادل الياسري، فليتفضل مشكورا. قسم العلاقات العامة في أمانة مسجد الكوفة المعظم والمزارات الملحقة به يتفضل الأستاذ محمود الصفار لاستلام هذه الشارة من أبي الفضل العباسي عليه السلام. قناة كربلاء الفضائية، السيد جعفر الموسوي مدير قناة القرآن الكريم ضمن مجموعة قنوات كربلاء، فليتفضل مشكورا. أو من ينوب عنه. قسم الإعلام في العتبة العباسية المقدسة،
الدكتور شوقي المحترم. موفور الشكر والامتنان للسيد نائب الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة المهندس عباس موسى أحمد على هذه الوقفة. نشكركم جميعاً، نشكر الحضور الأفاضل كلاً بحفظ الأسماء والألقاب والمقامات، نشكر الأساتذة الطلبة جميع من ساهم في إنجاح هذا المهرجان المبارك الطيب. نريد من عندكم أساتذتنا تأخذون الطلبة إلى باحة المسجد، وبعدين نطلع الطلبة جروب جروب على مود ما يصير بالقراج ازدحام. الله يوفقكم إن شاء الله تعالى. كل أستاذ يأخذون طلابهم إلى باحة المسجد، الله يوفقكم إن شاء الله جميعا بهتافات عاليات: لبيك يا علي. لبيك يا علي. تاج تاج على الرأس سيد علي السيستاني. تاج تاج على الرأس سيد علي السيستاني. صوتكم ناصي. تاج تاج على الرأس سيد علي السيستاني. يلا أعلى وكرر، أعلى وكرر. تاج تاج على الرأس سيد علي السيستاني.